رشا، رح نبدأ نهارنا لليوم بموضوع كتير مهم وللأسف عم نشوفه منتشر بشكل كتير كبير بين هذا الجيل. مثل ما منقول لما بيكون في فرط نشاط كتير كبير عند الأطفال، البعض من الأمهات أو البعض يمكن ما بيعرف شو علاقته مع الغذاء وقديه هي العلاقة فعلا متكاملة بين الغذاء وفرط النشاط. قديه ممكن يصير عند الطفل حتى رشا منشوف تشتت ذهني أوقات ما في تركيز على الدراسة. صحيح. قديه فرط النشاط بتشوفي رشا أنه فعلا له كتير تأثير سلبية لازم نحن نعرف نتعامل معه بشكل وبطريقة صح؟ بيكون ما في تركيز، بتحسي الطفل ما نو مركز، بتكوني عم تحكيه بشي مخه بشي تاني. ودائما الدراسات أثبتت أنه الغذاء له علاقة بكل العوارض أو الأمراض موجودة عند الأطفال. أكيد هذا الموضوع المهم رح نحكي عنه بالتفصيل مع الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب واستشارية التغذية الدكتورة رغد بتنجاني. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. صباح الخير فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا رندا. خلينا هيك البداية من عندك. دائما نقول فرط نشاط، فرط نشاط عند الأطفال، ومثل ما قلنا بالمقدمة كتير عم نشوفه عند الأطفال وعم نعاني منه بشكل مباشر. يعني خلينا نحكي عن أسبابه بداية. هلأ أولاً فرط النشاط أو فرط الحركة دائماً نحن هو فرط، فمعناتها هي حركة مبالغ فيها. دائماً نحن الأطفال لما بتكون بعمر صغير بتصير مامتو حبيبي حرك نشيط كتير بيحب يتحرك يكتشف، ما بتكون زعجته. ولكن مع يكبر شوي الطفل تبلش الموضوع يكون في دراسة، فنحن بصير عنا بيفوت بقى الموضوع بضعف الانتباه والتشتت العالي اللي بيترافق معهم كمان في الحركة الزايدة. لهيك هون تظهر المشاكل، هون بقى بيبلش الخطر عند الأم لتكتشف. تقول إنه طب ليه؟ نحن أول سؤال نسأله يا في حدا بالعيلة هيك يعني دراسة؟ فتقول والله إيه الخال مثلا هيك أو العم أو حدا من العيلة أو أنا كنت هيك أو، فبتلاقي يعني في تفاصيل وراثية هي اللي بتنقل هذا الموضوع. ما بيخفى أنه هو كان من الأسباب الأساسية أنه نحن لما بيكون البيئة المحيطة بالطفل ممكن نحن بيصير في خلط فيها، انه بيكون في قلق، في حالات انفصال بالبيت، في حالات توتر بيعاني منها الطفل بشكل عام، قلق عالي، فهو بيعطي مظاهر فرط الحركه ولكن ما هو اللي بيكون السبب الرئيسي، بيكون هو عرض ناتج عن مشكله ثانيه اساسيه. فبيروح نحن بنشتغل على الحركه وننسى نركز على التشتت الانتباه اذا كان مصدره هل هو فرط الحركه ولا كان القلق او الحاله النفسيه اللي عم بيمر فيها الطفل. فهدول دائما بيكونوا من الاسباب اللي نحن اكثر شيء بتوصل لعنا. بيكون في بفترات الحمل او الولاده بيكون في اصابات بسيطه بالدماغ بالجهاز العصبي، فبتعطي هي المؤشرات اللي بتعطي التشتت الانتباه العالي اللي ما بيصير بيتطور مع العمر، بيوقف عند فتره معينه. نكبر نحن بالعمر زمنيا ولكن عمر الانتباه عنا بيضل على الان بفتره التشتت اللي انا ما بنهي مهامي، ما بقدر ركز بشيء معين ولو كان مو محبوب لي. فدائما من هون بتظهر الاسباب ومن هون بنبلش بقى نحاول ندور على حلول. دكتورة رغد، لما عم نحكي عن فرط النشاط يمكن نسبة قليلة ما بتعرف شو هي العلاقة بينه وبين الغذاء الصح لطفلنا. وقت بيكون عنده فرط نشاط الغذاء بيكون بيكمل هذا فرط النشاط بيزيد منه، فخلينا نحكي شو العلاقة بيناتهم بين فرط النشاط والغذاء. تمام. هلا مثل ما حكيت الآن سرندا، فرط النشاط حركي أو اضطراب فرط نشاط حركي وتشتت الانتباه واضطراب عصبي، أسبابه لحد الآن الواضحة مجهولة قليلا، لكن في عندي رابط كتير قوي مع الغذاء. وحتى المراجع بتقلك العلاج لازم يكون ثلاثية متكاملة بين العلاج السلوكي الدوائي والغذائي. العلاقة مع الغذاء بتجي إنه الغذاء بعض الأغذية وبشكل خاص منتجات الحليب والقمح عند معظم الأطفال عم تعمل حساسية معوية معينة وعم تؤدي لنواتج استقلابية تروح مع الدورة الدموية على الدماغ وبتأدي للأعراض المزعجة عند فرط النشاط الحركي واللي هي الاندفاعية والحركة الزايدة غير الموجهة وتشتت الانتباه. فالغذاء هو مسبب كتير قوي للأعراض المزعجة وهو كمان بيعمل لي حساسية معوية. فهي الموضوع كتير مهم، لهيك الحمية الغذائية
بتخفف من الأعراض وبتهيئ وسط جيد هضمياً لحتى يستفاد الطفل من الأدوية العصبية والفيتامينات. دكتورة حنحكي عن الحمية الغذائية تمام. بس بالأول خلينا نعرف شو هي يمكن أكبر أو أشيع أنواع الأغذية تمام. اللي تسبب فرط النشاط. حكينا يمكن عن منتجات الحليب. هلا معظم الأطفال بشكل حسب الإحصائيات طبعاً المراجع العالمية كل شيء بيدخل الحليب سواء منتجات أو مشتقات عم بيسبب، إضافة لكل شيء أغذية بيدخل فيها القمح. لكن بعض الأطفال بيبدو انزعاج من أغذية تانية، بس هل نوعين من الغذاء اللي ذكرناهم هن عند أغلب الأطفال. هلأ تحبي أنا أذكر لك الأغذية كمان السيئة اللي هي المراجع بتوصي الابتعاد عنها. كل شيء سيء لكل الناس هو لازم بعد طفل فرط النشاط حركي عنه، مثل الأصبغة المصنعة، مثل المضافات الغذائية، المواد الحافظة. السكر البسيط كنا عم نحكي انه الطفل بياكل كثير سكريات اللي بتنضاف للحلويات او سكر المائده، طبعا هذا بيقوي النشاط عند اي شخص، فانا يفضل خفف قد ما بقدر عند طفل فرط نشاط حركي. هلا بعض المراجع بتقول انه كل شيء لونه احمر طبيعي، سمار، خضار، فواكه، بندوره، فريز، كرز، هي احتمال تكون كمان تعمل فرط نشاط، لكن ما في شيء مؤكد لحد الان، ممكن نستعيض عنهم بفواكه وخضار ثانيه. تمام. رندا خلي نرجع لعندك، حكينا عن أسباب فرط النشاط وكل أنواعه، خلينا نحكي عن علاجات السلوكية اليوم. أنتوا شو بتتبعوا مع هدول الأطفال ولأي عمر من وإلى العمر بالتحديد؟ هلأ نحن دائماً نحكي بالعمر الصغير لأنه مشاكل إذا ما تعالجت بوقتها فهي بتستمر وبتتفاقم، بصير في إلها أضرار أكبر. دائما نحن بيكون توجهنا للعلاج بثلاث اشكال، بده يكون علاج سلوكي، كمان العلاج السلوكي نحن نشتغل فيه مع الام ومع الطفل، بيكون في علاج معرفي لحتى كمان نوعيهم اكثر، نعلمهم كيف يحاكوا حالهم اذا بدها، مثل ما ذكرت رغد، اذا مثلا نحن حابين نبدله على نوع اكل معين فهو حيكون عنده قاعد بمكان مثلا كلهم بيقدروا ياكلوا تشيبس الا هو، مثلا كلهم بيقدروا يشربوا بيبسي مثلا الا هو، فنحن بنكون عندنا هاي الطريقه اللي هو يقدر يقنع حاله بانه هدول الاشياء انا مضره لي. هون الصعوبه رغد تماما، خصوصي بالعمر الصغير، يعني هون الصعوبه تماما خصوصي بالعمر الصغير، وللاسف بنضطر لنوصل ل لتسوية مع الطفل انه كل مثلا نهاية الاسبوع، نهاية الاسبوع الدراسي انه مثلا الخميس مو مسمح لك بهي الحصة مثلا من الاكل. نحن ممكن اذا اكلنا شغلة مثلا فيها مواد حافظة تعطينا كالوري وطاقة مثلا خميس وجمعة، هو بتضل معه خميس وجمعة وسبت، فهو دائما التحرير للكالوري عنده بيكون مختلف تماما عنا نحن كاشخاص. بيكون في عنا كمان نوع تاني من العلاجات اللي هو العلاجات الدوائية، للأسف غالب الأهل بيتجنبوها أو ما بيحبوها، بيقولوا لك في أثار جانبية، بيقولوا لك في أعراض جانبية، بس أنا بقول لهم كيف إذا مثلا ما حصل تعليم وكان عنده ردود فعل كتير سيئة، كان عنده تقدير ذات منخفض، كان عنده هاي الاندفاعية اللي ما عم بيقدر يضبط حاله فيها، أي النتائج الأخف، أي الأعراض الجانبية الأخف، هل هي هاي الأعراض ولا أعراض دواء اللي هي مدروسة يعني عالميا؟ شو ممكن تكون أعراض هاي الأدوية؟ هلا للحقيقة أنا يعني ما عندي فكرة تماما الأعراض اللي ممكن تكون، ولكن مع بداية ما ياخذ الدواء الطفل بيكون في عنده أحيانا بتحس الأم بخمول، هو ما له خمول، هو حسب حركته الكتير الزايدة فهي حتتفاجأ أنه تغير سلوكه شوي، ولكن حيرتفع نسبة التركيز فيه، حيقدر يستوعب تماما المحيط اللي هو عايش فيه، قدران يتعلم. نحن الخطوة الأساسية الأولى المعرفية لحس التعليم هي الانتباه، فما بالك ما يكون أنا ما عم بقدر انتبه بشيء أنا بحبه، مو مثلا ممكن حديث أو مادة علمية أنا ما كتير برغبة. بيجي نحن كمان في عنا بعد ما نشوف البيئة اللي موجود فيها الطفل قدي نحن ممكن نخفف فيها هاي المثيرات اللي الألوان، الأضواء، قدي بيقعد على التاب. للأسف نحن كتير منشوف هلأ أطفالنا بتقعد فترات طويلة على التاب وعلى التلفزيون، بتقلك أنا حطيت له برنامج تعليمي ولكن هي ما عم تعرف تصنيع الفيديو بأساسي في كتير مثيرات بصرية وسمعية حتى حسية بتختلط. أنا بشبه لهم دائماً الدماغ مثل غرف، مثل حجرات،
لما بفوت هاي المسيرات لازم كل مسير يفوت على الحجرة المناسبة له، فلما أنا بحضر فيديو فأنا بيجوا بطريقة عشوائية، بيضلوا بالدماغ بطريقة عشوائية، ما بيتصنفوا بيترتبوا، لهيك نحنا بنشوفه ما عم بيحصل تعليم الطفل، وللأسف نحنا بنتأخر لنكتشف هذا الموضوع ليبلش عنا إنه هذا الريسك، إنه أنا فات على المدرسة وما جاب عشرة أو دائما علاماته قليلة، مع إنه بيكون غالبا ذكاؤه جيد يعني ما بيكون تماما، ولكن هو التركيز والتحصيل للمعلومات بيكون للأسف دون المستوى المطلوب. تمام. دكتورة رغد، لما بنحكي عن الحمية لطفل خاصة بعمر صغير فممكن منحس فيها نوع من الصعوبة، خاصة أنه الطفل عنده أقران عنده زملاء يعني بده يقلد بده يأكل مثل ما بيأكلوا والألوان اللي بيشوفها، فخلينا نحكي شو الحمية الصح نفس الوقت ما نحرم الطفل قدر الإمكان. تمام. الحمية الغذائية لفرط نشاط حركي طبعا حسب توصيات العالمية لازم تكون متضمنة ثلاث مفاهيم أساسية، أول شيء شاملة لأنه أنا عم غذي طفل بالنهاية لازم يأخذ كل العناصر الهامة له، ثاني شيء تكميلية هو كتير بحاجة فيتامينات مهمة للجهاز العصبي عنده، ثالث شيء حمية الاستبعاد لإلنا الأغذية المسببة للأعراض. هلأ أنا ما فيني أحرم الطفل من منتجات الحليب بشكل نهائي، هذا الشيء مستحيل لأنه بحاجة العناصر الغذائية الأساسية وعلى رأسها الكالسيوم، فأنا مثلاً بستعيد عن اللبن، في عندي منتجات يوغرت معينة بتخلها فواكه، ممكن هاي الأشياء يعني تكون قريبة من الأكلات ممكن طيبة اللي قدام رفقاته عم بيشوفها. الألوان ممكن اتجه للملونات الطبيعية اللي هي مستخلصة من الفواكه من الخضار، طبعاً نبعد شوي عن الأحمر لأنه في دراسات مثل ما قلنا بتقول أنه بيعمل فرط نشاط. ما فيني أحرمه من السكر يعني الشوكولا والبسكوي بشكل نهائي، لكن ممكن مثلا عنده اليوم عيد ميلاد مثلا أنا كل الأسبوع ما بحاول بعد عن هالأكلات، فيني أتركه مثل ما قالت ميس رندا يوم مثلا مثل مكافأة أو يوم فري، فنحن نخفف قدر الإمكان لكن ما فينا نحرم الطفل بشكل كبير. تمام. رندا خلينا نحكي اليوم الأغذية والحمية قديه بتتشارك معك ضمن المركز بعلاج الأطفال اللي عنده النشاط كثير خلال يوما، يعني نسبة النجاح الحالات وقت بيكون ما في حمية غذائية وما في انتباه من الأهل على هاي القصة، قديه نسبة قديه بتتعذبوا مع الطفل يعني، وممكن توصلي لمرحلة انه انت ما انك قادر تعملي له شيء طالما في شيء سلبي عم بيصير بحياته ضمن البيت؟ هلا كل ما كان العمر الطفل اجى لعندي بعمر صغير فهو الانتاجية بتكون افضل واحسن، وخصوصي انه ما تكون انا عم تسابق مع الوقت لحتى حصل له تعليم معين يضل عامل معه بناء معرفي للمعلومات اللي بده يتعلمها لاحقا. نحن مثل ما حكينا انه بيكون في عندنا ثلاث جوانب اللي هي العلاج السلوكي، العلاج الدوائي والعلاج اللي بيعتمد على التغذية. نحن دائما دوائي بعد عنه لاخر خطوه لحتى يكون فعلا في مشاكل خارجه عن السيطره. طول ما الموضوع تحت السيطرة فنحن بنشتغل بنمشي مع بعض بالتغذية وبال في تشاركية ضمن. تماما دائما بنعطي توصيات للأم، دائما بيكون في عنا مثل لائحة فيها أكلات معينة من إلا تبعد عنهم، أول شغلتين نسحبهم تماما اللي هن السكر الحر والتاب الموبايل، أن نحاول دائما نحن وقت بنسحبهم نحط بدالهم بديل، انه كل ما بده مثلا التاب نزلي تمشي انت وياه مثلا بالحديقه او نبدلهم بالعاب ثانيه اللي هي تكون شوي حسيه. بيكون في عند من الطفل هون نحن بنبلش بقى نتدخل بالعلاج السلوكي لحتى نقدر نضبط سلوكه شوي، متى ما قدرنا بياخذ بقى بيختلف بالوقت حسب الإنتاجية الطفل وتجاوبه وتجاوب الأم، لأن دائما أنا بقول لهم قد ما كانت المختص أو الطبيب المشرف على حالة أي طفل ومهما كان استقبال الطفل لإلك، إذا ما كانت الأم تماما هي مقتنعة ومثل ما بنقول اليد الخفية بالبيت لحتى تساعدك فما حتاخذي أبدا المنتج اللي بدك إياه. لهيك اخر شيء نحن مثل ما قلنا بنلجا للدوائي، فبيكون تركيزنا اكثر على التغذيه، كيف لازم ياكل، شو الاكلات لازم يبعد عنها، بنحاول نرجي لهذا الطفل بجدول عليه رسومات وعليه جدول تعزيزي، كل ما بدل اكله معينه الاخصائي التغذيه بعده عنها كيف بدلها، قد ايه له مكافآت، قد ايه نحن ممكن نشجعه، هذا كله بيكون أول خطوة لحتى نحن نمشي بالطريق الصح لحتى
نقدر نعالج هاي المشكلة. دكتورة رغد، اليوم أي أم يمكن عم بتعاني مع ابنها من فرط النشاط بتبحث دائما عن يمكن الحلول السريعة، فإذا حكينا عن نظام غذائي متكامل صحي وبالتعاون مع أخصائية اجتماعية بالتعاون مع دكتور من الناحية الدوائية، فنحن قديه ممكن يكون بحاجة وقت لحتى يمكن نرجع طفلنا لهدوءه شوي، نخفف من فرط النشاط كمدة زمنية؟ هلا كل طفل له استعداد للتجاوب تختلف من طفل الى اخر، لكن الموضوع اجباري بده ياخذ حده. بس وقت انا ببلش بعد عن الاغذيه، اتبع حميه الاستبعاد، الاغذيه اللي عم بتسبب لي الاعراض المزعجه اللي هي مثل ما قلنا منتجات الحليب والقمح، بصراحه عم بيعطوا نتائج فوريه، لانه انا منعت المسبب اللي عم بيعطيني هذه الاعراض، فبدها تبلش تخف شوي شوي. هلا عندنا حلول سريعه لكن بصراحة قليلاً مكلفة. في تحليل دم اسمه تحليل البصمة الغذائية، متوفر طبعاً ببعض مخابر سوريا لكنه مكلف قليلاً، ممكن للناس ممكن تقدر إنه تعمله. هيدا التحليل بيعطيني ليستا، بعد ما ياخدوا عين الدم من الطفل بيعطيني ليستا عن كل الأغذية اللي ممكن تسبب له هالأعراض غير الحليب والقمح، لأنه بعض الأطفال بيتحسسوا من أغذية غير هدول النوعين، مثلا من الزيتون من البيض. فانا كل ما استبعدت الاغذيه وعرفتها وحددتها بشكل نوعي عند هالطفل فرح احصل على نتيجه اسرع. لكن اذا انا ما بدي اعمل هذا التحليل فبدي بلش بالتدريج، وطبعا استجابه كل طفل تختلف عن الثاني. بس هون دكتوره، يعني لما بنحكي نحن عن هي الاغذيه المليئه بالسكر او الغير صحيه، تمام، ممكن هي فعلا تساوي ادمان مثل نحن ما بنسمع، او نحن سهل التخلص منها وقصة الإدمان هي بس مثل ما بنقول إشاعة بتنتشر بين الناس؟ تمام. شو رأيك دكتورة؟ بتقصدي على السكر، يعني أغذية الحلويات؟ هلا الدراسات إذا بتشوفي كثير إحنا عم نسمع، طبعا هذا موضوع تاني، إنه الناس عم تقطع السكر بشكل نهائي، فعم كلهم بيجوا مثلا بيقولوا لنا إنه دكتورة أنا قاطعة السكر لي شهرين، بس أنا عم بروح ألعب مثلا نادي كثير عم بتعب. الدماغ عم بيتعامل مع السكر البسيط بنفس الطريقة اللي بيتعامل فيها مع مركبات مسببة للإدمان بصراحة. عم بيعطي هذا شعور السعادة أو النظام المكافأة، فقطع هاي المواد بشكل نهائي وفجائي بيعمل لي هذا الشعور، فبتحسي كأنه هو إدمان، أما هو لا، هو تعبير دماغ مثل تعبيره قدام المركبات. ثورة دماغية بدنا سكر. طيب، يعني في أكثر من الحلو والسكر. تخفيف تخفيف، نحن نعمل دورات كل شيء في أغذية طبيعية، حتى السكر، حتى السكر تخفيف مو الحرمان. طبعا لأنه السكر البسيط هو غذاء طبيعي بالنهاية، ما لنا مصنعينه، فالمفروض نحن ناخذ كل شيء موجود ولكن بكميات مدروسة. دكتورة رغد والاستشارية الاجتماعية رندا ديب، كثير سعيدة أنكم كنتم موجودين معنا لليوم، ضوينا على موضوع كثير مهم وكثير منتشر، نتمنى أكيد يكون لصوتنا صدى عن كل الأمهات وينتبهوا فعلا أول شيء للنظام الغذائي، إذا احتجنا لعلاج دوائي كمان يكون في وعي. شكرا لك. شكرا رندا لكل المعلومات، وشكرا دكتورة رغد، نورتي صباحنا لليوم، وإن شاء الله نتقيد بالنصائح الحلوة اللي ذكرتيها. شكرا لكم.